لوحة سماوية ميتعون أسترونوميا أكتوبر. يعد شهر أكتوبر 2024 بشهر مليء بالعجائب السماوية. سيتحول سماء الليل إلى قماش من الأحداث الكونية، من كسوف حلقي ملهم للشمس إلى الرقصة الأثيرية للكواكب والنجوم. يوفر أكتوبر مشهداً آسراً لمراقبي السماء، سواء كنت فلكياً متمرساً أو مجرد شخص يقدر جمال الكون، فلا ينبغي تفويت هذه الأحداث. يبدأ بالليل أكتوبر الكوني بكسوف شمسي حلقي. تحدث هذه الظاهرة السماوية عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، مما يخلق تأثير حلقة من النار في وقت لاحق من الشهر. سزين زخين زخت شهب الجباريات السماء بشهب سريعة ومشرقة. تنشأ هذه الشهب من الحطام الذي خلفه مذنب هالي. طوال شهر أكتوبر سيشترك القمر في سلسلة من الاقترانات مع الكواكب والنجوم. سيشهد أحد هذه الاقترانات محاذاة القمر مع الزهرة، ألمع كوكب في سمائنا. هذه مجرد لمحة عن العجائب السماوية التي يحملها أكتوبر 2024. لذا حدد مواعيدك وجهز تلسكوباتك أو مناظيرك واستعد لتندهش من اللوحة السماوية التي تتكشف فوقنا. حلقة النار، الكسوف الشمسي الحلقي في أبرا أكتوبر. في أبرا أكتوبر 2024 ستظلم السماء مع حدوث حدث نادر ومذهل، كسوف حلقي للشمس. هذا الحدث الفلكي الفريد سيجذب أنظار الملايين حول العالم، حيث يتجمع الناس لمشاهدة هذا العرض السماوي الرائع. سيكون هذا الكسوف مرئياً عبر مسار ضيق يمتد عبر أمريكا الشمالية والجنوبية. سيمر هذا المسار عبر مدن وبلدات مختلفة، مما يتيح للعديد من الناس فرصة مشاهدة هذا الحدث الفريد. يحدث الكسوف الحلقي للشمس عندما يمر القمر مباشرة بين الشمس والأرض، ويبدو أصغر قليلاً من الشمس. هذا الترتيب الفلكي يخلق تأثيراً بصرياً مذهلاً، حيث يظهر القمر كقرص مظلم محاط بحلقة مضيئة. مع اصطفاف القمر مع الشمس تبدأ مسرحية الظل السماوية، مما يخلق شكل هلال من ضوء الشمس. هذه المراحل الجزئية تضيف إلى روعة الحدث، حيث يمكن للمشاهدين رؤية التغيرات التدريجية في شكل الشمس. يتم الكشف عن المشهد الحقيقي للكسوف الحلقي، حلقة النار. هذه الحلقة النارية هي ما يجعل الكسوف الحلقي مميزاً للغاية، حيث تضيء الحافة الخارجية للشمس بشكل ساطع. يترك القمر الحافة الخارجية للشمس مرئية، مما يخلق حلقة نارية من الضوء. هذا المشهد الفريد يجذب عشاق الفلك والمصورين من جميع أنحاء العالم. تتطلب مراقبة كسوف الشمس اتخاذ احتياطات السلامة. من المهم جداً حماية عينيك من الأشعة الضارة للشمس أثناء الكسوف. من الضروري استخدام حماية مناسبة للعين، مثل نظارات الكسوف أو عارضات الطاقة الشمسية. هذه الأدوات تضمن أنك تستطيع مشاهدة الكسوف بأمان دون الإضرار بعينيك. ستسمح لك هذه النظارات الواقية بمراقبة الكسوف بأمان ومشاهدة حلقة النار الرائعة. تأكد من أنك تستخدم نظارات معتمدة ومخصصة لهذا الغرض. يعد الكسوف الحلقي للشمس في أبرا أكتوبر 2024 حدثاً سماوياً مذهلاً. هذا الحدث النادر هو فرصة رائعة للتأمل في جمال الكون وعظمته. سواء كنت تشهد حلقة النار بشكل مباشر أو تراقب المراحل الجزئية، فهي تذكير بالمقياس المثير للإعجاب وجمال كوننا. هذا الحدث الفلكي هو فرصة للتواصل مع الطبيعة والتفكر في عجائب الكون. تذكر إعطاء الأولوية للسلامة واستخدام حماية مناسبة للعين للاستمتاع بهذا المشهد السماوي بمسؤولية. استمتع بالكسوف الحلقي بأمان وشارك هذه التجربة الفريدة مع الآخرين. رقصة سماوية، القمر والزهرة في 5 أكتوبر. مع غروب شمس يوم 5 أكتوبر 2024 سيتصدر جسمان السماويان المشهد في سماء الشفق القمر والزهرة. سيكون هذا الاقتران السماوي المعروف باسم الاقتران مرئياً بالعين المجردة. ستتألق الزهرة التي غالباً ما يشار إليها باسم نجمة المساء بالقرب من هلال القمر. تحدث حالات الاقتران بسبب المواقع النسبية للكواكب والأجرام السماوية الأخرى في نظامنا الشمسي.
على الرغم من أن هذه الأجسام تبعد مسافات شاسعة من منظورنا على الأرض، إلا أنها قد تبدو وكأنها تتماشى بشكل وثيق في السماء. مع حلول الظلام، انظر نحو الأفق الغربي. ستكون الزهرة ألمع جسم في ذلك الجزء من السماء، متفوقة بسهولة على أي نجوم قريبة. سيظهر هلال القمر بالقرب من الزهرة، مما يعزز جمال الاقتران. لتقدير هذا اللقاء السماوي بشكل كامل، أبحث عن موقع ذي رؤية واضحة للأفق الغربي. سيكون التباين بين التوهج الناعم للقمر والمظهر الرائع للزهرة مشهداً يستحق المشاهدة. خذ وقتك لمشاهدة هذه الرقصة السماوية، وهي شهاداً على جمال وعجب كوننا. القسم أربرا، القمر وقلب العقرب، لقاء سطوع في 7 أكتوبر. في 7 أكتوبر 2024 ستستضيف سماء الليل اقتراناً آسراً آخر يضم القمر وقلب العقرب، النجم الأكثر لمعاناً في كوكبة العقرب. هذا الحدث السماوي هو واحد من تلك اللحظات التي تذكرنا بجمال الكون وروعة الظواهر الفلكية التي تحدث فوق رؤوسنا. سيكون هذا اللقاء السماوي مرئياً في سماء المساء، مما يوفر تبايناً مذهلاً بين التوهج الناعم للقمر واللون الأحمر الناري لقلب العقرب. يمكن للمراقبين أن يتوقعوا رؤية مشهد رائع، حيث يتألق القمر بضيائه الفضي بجانب النجم الأحمر المتوهج. مع غروب الشمس وحلول الظلام، انظر نحو الأفق الجنوبي الغربي لمشاهدة هذا الاقتران السماوي. سيكون هذا الوقت المثالي للاستمتاع بالمنظر، حيث يبدأ الليل في الكشف عن أسراره السماوية. قلب العقرب، وهو نجم عملاق أحمر أكبر كثير وأضخم من شمسنا. هذا النجم العملاق هو واحد من أضخم النجوم في مجرتنا، ويبعد عنا مئات السنين الضوئية. أثناء الاقتران سيظهر القمر في طور الربع الأول بالقرب من قلب العقرب في السماء. هذا الترتيب السماوي سيجعل من السهل على المراقبين تحديد موقع النجم الأحمر بجانب القمر. سوف يوفر التوهج الفضي للقمر تبايناً صارخاً مع اللون المحمر لقلب العقرب. هذا التباين اللوني يجعل من هذا الحدث مشهداً لا ينسى. يوفر هذا الاقتران فرصة فريدة لتقدير المسافات والمقاييس الهائلة الموجودة في كوننا. يمكن للمراقبين أن يتأملوا في الفضاء الشاسع الذي يفصل بين هذه الأجرام السماوية. بينما القمر هو أقرب جار سماوي لنا، فإن قلب العقرب يقع على بعد مئات السنين الضوئية. هذا التباين في المسافات يضيف إلى روعة هذا الحدث السماوي. في هذه الليلة سيظهران كرفيقين سماويين، تذكرنا قربهما في السماء بمنظورنا من الأرض. هذا الاقتران هو تذكير بجمال الكون، وكيف يمكن للأجرام السماوية أن تبدو قريبة من بعضها البعض رغم المسافات الشاسعة. يعد اقتران القمر وقلب العقرب في 7 أكتوبر 2024 حدثاً سماوياً يسلط الضوء على جمال وعجب الكون. إنه فرصة رائعة للمراقبين للاستمتاع بمشهد نادر وجميل في سماء الليل. القسم 5، الربع الأول من القمر وقلب العقرب، محاذات سماوية في 10 أكتوبر. تستمر الرقصة السماوية في 10 أكتوبر 2024، حيث يتماشى الربع الأول من القمر مرة أخرى مع قلب العقرب، النجم العملاق الأحمر الناري في كوكبة العقرب. هذا الحدث الفلكي ليس مجرد مشهد بصري، بل هو تذكير بجمال الكون واتساعه. سيكون هذا الموعد السماوي مرئياً في سماء المساء، مما يوفر فرصة أخرى لمشاهدة التباين الآسر بين التوهج الفضي للقمر واللون المحمر لقلب العقرب. إن هذا التباين بين الألوان يخلق مشهداً رائعاً يستحق التأمل. مع بدء الشمس في غروبها، انظروا نحو السماء الجنوبية الغربية لاكتشاف القمر وقلب العقرب. هذا هو الوقت المثالي للاستمتاع بجمال السماء وتقدير روعة هذا الحدث الفلكي. سيظهر الربع الأول من القمر المضاء تماماً في منتصف الطريق كدائرة نصف مثالية في السماء. هذا الشكل الفريد للقمر في هذه المرحلة يجعله هدفاً مثالياً للمراقبة. سيشرق قلب العقرب الموجود في مكان قريب بشكل مشرق بظله المحمر المميز.
هذا النجم العملاق الأحمر هو واحد من ألمع النجوم في السماء، ويضيف لمسة من السحر إلى المشهد. سيكون هذا الاقتران السماوي مرئياً لعدة ساعات بعد غروب الشمس، مما يتيح للمهتمين فرصة كافية للاستمتاع بهذا المشهد الرائع. تأكد من تخصيص بعض الوقت.